أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية في سورة قاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. صدق الله العظيم. فضيلة الشيخ مصطفى فتح الله، المتحدث الرسمي باسم جمعية البر والتقوى المصرية، ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله. وكنا عملنا من قبل سلسلة للمتقين، وهنا نعم. يعني الجنة بقى أزلفت للمتقين نعم. غير بعيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأزلفت الجنة للمتقين، أي تم تجهيز كل شيء للمتقين. المتقين منهم الصائمين، فأبواب الجنة فيها باب اسمه الريان، باب يدخل منه الصائمين. هناك أصحاب الصدقات لهم باب يدخلون منه. وأزلفت الجنة كلها وتزينت كلها وتيسرت كلها لمن؟ للمتقين. من هم المتقون بقى اللي حضرتك في الآية؟ اللي هم يخشون ربهم بالغيب. من الذين يخشون ربهم بالغيب؟ هل هم المسلمون؟ هم هم المؤمنون بالدرجات؟ أم هم المحسنون؟ لما نتكلم عن الإسلام نقول الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وما الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. وما الإحسان؟ أعلى مراتب الإحسان تقابل المتقين في الأعمال، الذين إذا تعاملوا في أي شيء أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. إذن محاسبة النفس، الله يراني، الله ناظر إلي، الله مطلع علي سبحانه وتعالى في كل لحظة وفي كل مقام ومقال. حاسس أننا في معية الله تبارك وتعالى، فحينما أكون في الدنيا في معية الله بالعطاء في كل مجال وكل مكان وزمان، ألقى الأمان في الدنيا والأمان في قبري والأمان عند ملاقاة ربي. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. اوعى حد يفتكر ان لسه بدري، احنا لسه قدامنا كتير، عقبال ما نكبر ونبدأ بعد كده ان شاء الله نتصدق ونعمل. لا يا جماعة، اسرع اسرع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كالريح المرسلة، العمر بيجري بينا. احنا دلوقتي قدامنا داخلين على 90 يوم وكم يوم بعديهم وهنبدأ نصوم وهندخل في شهر رمضان. صحيح صحيح، الايام بتجري بشكل غير عادي. فيجب ان احنا نعلم ان العمر يجري، فعلينا ان احنا نسرع ونفتح كده العقود مع ربنا سبحانه وتعالى ونعمل العقود. هيا بنا حتى نلقى الله والله عنا راضي. جميل. طيب خلينا نروح نشوف تقرير عن محطات التحلية ونرجع نكمل الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بحضراتكم. لأول مرة بنظهر لحضراتكم بعد سفر 7 ساعات من القاهرة لحد ما وصلنا هنا، تعب وشقة بس على قلبنا زي العسل. عارفين ليه؟ لأن لما جيت القرية ديت فوجئت إن اسمها جميل جدا، اسمها قرية نور الإسلام مركز بدر 2 محافظة البحيرة، علشان نيجي نعمل من خلال جمعية البر والتقوى المصرية محطة المية اللي انتوا شايفينها ورايا دي. والشيء الجميل ان انا لقيت جنبها مسجد، والشيء الاجمل ان هي في منطقة سكنية، سبحان الله. يعني بتوع المسجد هيتوضوا منها، والبيوت هيشربوا منها، والستات هيطبخوا منها، وكمان النبات هياخد منها. حاجة جميلة جدا. وعايز أقول لحضرتك، قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصدقات قال صلى الله عليه وسلم: سقي الماء. وامرأة دخلت النار لأنها حبست هرة فلم تطعمها ولم تسقها، وامرأة بغي غفر الله لها بسبب أنها سقت كلبا. إذا كان اللي سقت كلب ربنا غفر لها، وكانت تتاجر بعرضها. أمال اللي بيسقي بني آدم؟ أمال اللي بيعين الناس يصلوا؟ أمال اللي الناس بيتوضوا وبيغتسلوا أعزكم الله وبيشربوا وبيطبخوا وبيغسلوا؟
سألوا أحد الحكماء مرة وقالوا له سين سؤال: من أسعد الناس؟ مين أكثر الناس سعادة؟ فكانت الإجابة جميلة قوي، قال لهم: أسعد الناس من أسعد الناس. يعني من يسعد الناس هو السعيد، ومن يكرم الناس ربنا يكرمه. تعالوا شوفوا الفرحة. فكجمعية البر والتقوى نزلت لأول مرة في محافظة البحيرة في المكان اللي أنا واقف فيه ده، وإن شاء الله أنا بنادي على أهل الكرم وأهل الجود والثراء، مش عايز دي تبقى المحطة الأخيرة لينا والنازلة الأولى والأخيرة، لا، هنشوف حضراتكم في أكتر من فيديو ونشوف حضراتكم في أكتر من محطة. بحبكم في الله، ودايما صلى على الحبيب، قلبك طيب، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. احنا يعني يمكن كنا بنتفرج عن تقرير هو هيكون سبب في رفع معاناة عن ناس كتير، تسهيل وتيسير امر شربة المية على ناس كتير ممكن يكونوا بيتحملوا عبء ركوب عشان يروحوا يملوا مية ويرجعوا، او يمشوا على رجليهم في حر او برد. ففكرة رفع العناء عن الناس دي اكيد سببها عظيم. نعم، اود ان اقول اولا، حينما تنادي الملائكة استكمالا لهذه الآيات الكريمة تنادي على المؤمنين يوم القيامة المتقين، حينما تقول لهم ذلك يوم الخلود، ادخلوها آمنين، ذلك يوم الخلود. هذا هو الأمر الأول اللي أنا عايز أوصله للناس المتصدقين والناس اللي خايفة من الموت، واللي خايفة أن هي تقابل ربنا، واللي خايفة أن هي تعمل كذا، وفي حالة من التوتر ومش مقبلة على الله بحب وفي عمل الخير. عايز أقول لهم أن هناك يوم اسمه يوم الخلود، لن يكون هناك موت بعدها. يعني كل اللي خايف من الموت واللي خايف من المرض واللي خايف من كل ده، لن نمرض ولن نموت ولن نرى أي شيء. اعمل الخير واعقد العقد مع رب العالمين أن تطعم وتسقي عباد الله المحتاجين، لأن هناك ليس فقط يوم الخلود، ولكن الله يقول لك ولدينا المزيد. والمزيد هناك هي رؤية وجه رب العالمين سبحانه وتعالى، حيث السعادة الكاملة. عشان تنال هذا الخير، إن أنت تسقي شربة مية لناس، إن كانوا هو في الصيف فأنت بتسقيهم من شدة الحرارة، بتسقيهم في الشتاء علشان لا يتكبدوا إن هم يمشوا في الطريق في عز الأمطار وفي الجو اللي مش كويس علشان يوصلوا يجيبوا شربة مية، فأنت بتشربهم بتطعمهم. خدوا بالكم لما أقول عيالي يعني عزاز عندي وغاليين عندي، ولما أقول خلفائي فبأرض هؤلاء عزاز عندي، فأنتم عبادي قادرين على أن أنتم تطعموا وتسقوا عيالي، فإذا سقيتم وأطعمتم عيالي فلكم مني الخلود في الجنة، ولكم مني رؤيتي يوم القيامة، ولكم مني النعيم المقيم الذي لا ينتهي أبدا. جميل جميل. حضرتك رحت محطات التحلية دي، رحت أكتر من مكان. نعم. محطات التحلية، أنا عايز أقول لحضرتك محطات التحلية أنا كنت بروح عشان إيه؟ ما أصلا ممكن الحرب خدعة، وأحيانا الواحد لو قال الخدعة في سبيل إن هو يعمل الخير. فعايز أقول لحضرتك حبينا إن إحنا لملتقى ثلاث قرى نعمل هناك محطة تحلية. ولكن أنا عايز أقول لحضرتك الناس مش محتاجين إن إحنا نعمل خدعة، إحنا رحنا وقعدنا نتكلم مع الناس، إحنا هنعمل لكم هنا محطة تحلية. فقالوا والله هو الأرض موجودة ولكن لها صاحب، والصاحب ده ما ينفعش نيجي نقول له إحنا عايزين كذا. قلنا له حاج إحنا معانا فلوس عشان نديها لحضرتك علشان نعمل محطة تحلية في المكان ده. قال لي هتعملوا ايه؟ قلنا هنعمل محطة تحلية هتسقي القرية وهي في ملتقى قريتين تانيين، الناس هتيجي تشرب المية. طيب انا هستفيد ايه؟ احنا جايين نشتري بالفلوس، انت لو عايز تاخد بتمنها ماشي، عايز تساهم وتاخد نص تمنها وتسيب نص تمنها علشان نعمل بيه المحطة. قال لي لا، انا عندي حل تالت. فقلت لي ايه هو؟ قال لي بعتها لله ورسوله.
فكلمة بعتها لله دي ذكرني بسيدنا عثمان، قلت له ربح البيع وأسأل الله أن يكون لك أنهارا في الجنة. وقيمت هذه المحطة، بقول لحضرتك ده موقف من المواقف، في سيدات تقول أنا هعمل أحفر بير واكتب عليه اسم فاعلة خير، أو لا الإيصال يطلع بمين؟ اديني الاسم، تقول لي لا فاعلة خير دي خبيئة بيني وبين الله. طب لو سمحتي، قالت لي أنا عايزة أعمل لزوجي اللي عشت معاه في الدنيا وأسأل الله أن ألتقي به ونكون يوم القيامة. شوفي حضرتك لما تكوني بتحافظي على ابنك، يعني هي بتحافظ على جوزها، ممكن جوزها يكون عامل معاصي، فهي بتحفر البير هي وجوزها علشان لما يجي يوم القيامة تاخدوا الملائكة عشان يدخل النار لأنه عمل معاصي، فيجد عمل خير عمله له مواطن. شوفي قد إيه الست وفية. الناس اللي بتقول الستات ما بيبقوش أوفياء، لا، الست وفية كويس قوي، واقفة مع زوجها في الدنيا وبتحافظ عليه في الدنيا وفي الآخرة يوم القيامة حتى يلقى الله وهو راضي عنهم هما الاثنين. فهذا الحب في الدنيا يجعل لهم الخلود يوم القيامة معا. طيب هنروح نشوف تقرير آخر عن مزرعة البر والتقوى المصرية ونرجع نكمل حلقة. أهلا وسهلا. قال الخير في كل مكان، يا اللي زرعته معانا وشاركته معانا في استصلاح الأرض الميتة زي ما ربنا قال والأرض الميتة أحييناها. تعالوا النهاردة اتفرجوا لأول مرة في الأماكن المحيطة ببني سويف، وبني سويف نفسها الزرع محصول البطاطا اللي كل الناس بتحبه، اللي ليه فوائد كتيرة، اللي محدش بيستغنى عنه، واللي رخص ثمنه كمان. النهارده زي ما انتم شايفين ورانا اول تجربه بننفذها في مزرعه البر والتقوى، فدانيين ارض عملنا عليهم تجربه والحمد لله نجحت زي ما انتم شايفين. الحاجه الثانيه شايفين كميه العماله اللي ورانا، ملاحظين شايفين العدد ده، شايفينه هيشتغل بقى كام يوم باجر قد ايه، كل ده من نتائج الزرع اللي احنا بنزرعه عشان نشغل الناس دي، عشان نفتح بيوت الناس دي وامثال الناس دي. زي ما هننفذ الكلام ده هننفذه في الطماطم، هننفذه في السفندي، هننفذه في البطاطس، هننفذه في الزيتون، هننفذه ان شاء الله بعد سنتين ولا حاجه في محصول النخيل. النهارده بجد انا فرحان، فرحان ان تجربه البطاطا نجحت، فرحان ان احنا بنحصد زرع البطاطا في ميزه ان بيطلع بسرعه، ما بياخدش سنه ولا بياخد 8 شهور، ممكن من 5 شهور ل6 شهور تحصد الحصاد بتاعك. ده بنسميه الزراعة بينية، عشان بعد كده لو انتوا لاحظتم هتلاقوا في وسط البطاطا في نخل. النخل ده على ما يطلع بعد 3 سنين او 4 سنين ان شاء الله يكون جبنا من الارض تمن كويس وجبنا من الارض زرع كويس. الخير في كل مكان، ادعوا لنا، محتاجين دعواتكم، لان الاستصلاح بتاع الارض مكلف جدا. ما يغركش ان احنا حطينا النخلة او زرعنا جنبها بطاطا او طماطم او زرعنا الزيتون او السفندي او غيره وخلاص، الموضوع مكلف. تخيلوا العمالة دي هتقبض كام النهاردة؟ عرفتوا احنا ليه بنناشدكم؟ كملوا معانا لغاية ما نزرع الارض كلها ويطلع الحصاد كله ويبقى فيه نسبة بتعود للعمالة تخرج للفقراء والمساكين. عرفتوا ليه احنا بنناشدكم؟ ان انتوا تشاركوا معانا في مشروع الوقف، لانه هيبقى دايم، هيقعد بالمية 150 سنة. عايزين نعمل مزرعة المواشي عشان تاخدوا الأضاحي بتاعتكم من عندنا، من أرض جمعية البر والتقوى. عايزين نكمل ونكمل، وفي الآخر كل ده مبنى على حضرتك. شاركونا، ربنا يغفر لنا ولكم ويسعدكم، ويا رب يرزقكم بكل بطاطاية هتطلع من الأرض اللي هي عددها لا حصر له، يرزقكم قصر في الجنة. سلام الله عليكم. الحياة الأرض والزرع والخضار والثمار، نعم، ده خير ونماء وتنمية، نعم، دائمة، يعني
حاجة بتجيب حاجة بتجيب حاجة، وكأنه حاجة الخير بيولد خير. أنا عايز أشوف يعني عايز أقول ملمح، إحنا النهاردة شفنا البطاطا بعد ما اتجمعت، فالعشب الأخضر اللي موجود ده خلاص نشف وهيترمي، وخلاص الأرض بعد كده هترجع تاني. فواحد يقول لي أنا بعت 1000 جنيه مثلا علشان مزرعة البطاطا، والبطاطا أنا اديتها واتحصدت والناس كلتها وخلاص، فهل في ميراث تاني ولا لازم أدفع تاني؟ أقول له اللي أنت دفعته في أول مرة دوت لم ينقطع أبدا، لأن أنا باخد جزء منها تتعمل شتلة، اللي بيتباع اللي انت دفعته 1000 جنيه ده هو اللي بعد ما بتخرج بتتباع بنفس الثمن 1000 جنيه، وليك شتلات في الأرض انت حاجز بيها علشان المحصول الجديد. إذا لا ينقطع العمل، وهذا المال اللي انت دفعته لن ينقطع ابدا. ده بالنسبه مثلا زراعه قدام مننا شفناه كنموذج. في عندنا بعد كده اليوستفندي، او عندنا البرتقال او الموالح، عندنا بعد كده الزراعه اللي شغاله طول العام، ان كان في عندنا زيتون بياخد وقته، الطماطم بتاخد وقتها، بس على طول في زراعه. اي وقت بنروح نزور فيه مزرعه البر والتقوى نجدها خضراء من فضل الله تبارك وتعالى. والزراعه في ارض الله في الدنيا هي زراعة في أرض الله في الجنة. أنا عايز أقول أن العمل الصالح لا ينقطع ولا ينتهي أبدا مهما طال العمر، ومهما كنا منتظرين في قبورنا حتى نلقى الله تبارك وتعالى يوم القيامة. المزرعة فيها كمان المزرعة السمكية، وأعتقد خلاص بصدد أن هم يعملوا حواليها سور ويعملوا مزرعة مواشي. يعني الموضوع بيكبر ما شاء الله. ده من فضل ربنا سبحانه وتعالى. الحلم اللي زي ما حلمنا ساعة المزرعة ما جت، حلمنا نوصل لها مية منين، ووصلنا لها مية من مسافة 3 كيلومتر، ومن فضل ربنا زرعنا الأسماك وزرعنا الأرض، والحمد لله هذه الثمار من فضل الله تبارك وتعالى. الحلم بيزيد ان احنا بنحاول نبني سور حوالين المزرعة، لان دي مزرعة البر والتقوى، كل واحد من الأحباب عامل فيها جزء علشان يعيش ويحيا به. بعد كده دور بقى العيد الكبير عندنا، ان احنا نعمل مزرعة للمواشي. بمعنى ايه؟ ان انا بعمل مكان لزراعة المواشي. العشب الاخضر اللي احنا شايفينه ده طعام للماشية، يبقى انا بوفر جزء من طعام الماشية في الخضار اللي احنا لو زرعنا مثلا برسيم او خضار او كذا، يبقى اذا هناك اكتفاء ذاتي من كل حاجة. فاحنا عايزين نعمل المزرعة دي حتى إن شاء الله يكون الاكتفاء زادي في العيد الكبير وفي العيد الصغير وطول العام. طيب يعني في 30 ثانية معلش ندعي حضرتك. بتحب دايما تختم كلامك بالدعاء. الحمد لله. ونبدأ دعاءنا بالصلاة على النبي، ونختم دعاءنا بالصلاة على النبي. فأول ما يقبل الله منا هي الصلاة على النبي، والحق تبارك وتعالى يرفع الدعاء بإذنه كرامة للنبي. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم وزد وبارك يا ربنا على حبيبك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا يا رب العالمين. اللهم إن لنا آباء وأمهات وأخوة سبقونا إلى قبورهم، نزلوا عليك ضيوفا يا ربنا، وأنت مكرم الضيفان، فنسألك أن تسبل سترك عليهم وأن تجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم فرح بنا وجه نبينا يوم القيامة. اللهم أمنا في أوطاننا. اللهم احفظ علينا مصرنا. اللهم احفظ علينا مصرنا. فرح بنا وجه نبينا يوم القيامة، ولا تأخذنا إليك إلا وقد رضيت عنا. اللهم اخلف على كل متصدق وكل موقن يا رب بصدقته مخلصا لها يا رب العالمين، وكل مزك وكل مخرج يا رب أسألك أن تكرمه في صحته وفي أبنائه، وأن تفرج كربه، وأن تيسر أمره يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين يا رب العالمين. آمين آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا محمد بشكر حضرتك شكرا جزيلا. فضيلة الشيخ مصطفى فتح الله.